عموما نروح حق الحاله التحكيميه الاولى. الهدف اللي اثار جدل، وعلي ايش تقول؟ اوفسايد. وحسن هدف سليم. سليم انت ليش قلت اوفسايد وليش ابو حسن قال سليم؟ انت ايش تقول وائل؟ انا شوف جسم اللاعب قدم وعلي. لا انت ما الريل هذه بعدين عقب ما طلعت الكره، بس بالبدايه جسم اللاعب. وحتى اللايمن رفع الرايه، اللايمن حط اوفسايد. اللايمن بنفسه متاخر. ها حط اللايمن اي بس اللايمن رفع الرايه، بس بنفسه متاخر بقى. رفع الرايه. شوف المساعد وانا اشرح على انا اشرح على عبد الله الجمالي ليش ما رحت حق الفار. ما يروح القرارات ما تروح علي. ما تروح المساعد المفروض ما يروح. كيف انا اقول اوفسايد علي؟ المفروض المساعد ما يروح في هذه الحاله. يفترض انه يكون بكامل يعني نظره واحد واحد يا جماعه. لا لا هو شوف عشان الموقف تسلل ما يصير يروح الفار. تسلل ما يصير اوكي. انا هذا قرار الفار. انا راي انا حتى لو هدف يكلمونه، حتى لو هدف يكلمونه، بس حتى واضح اني واضح. شو اسمه ابو علي كذي؟ شوف حتى لاعمن رفع الراية خلى الهجمة تخلى. هو هذا الفار طبيعي عدل. انا اقول اوفسايد. ابو حسن انت ايش تقول؟ لا قرار سليم، بس لو يرجع شوي يوسف، لو يرجع شوي شوف المساعد اتجاهه ووضعه ما يعطيه الصوره الحقيقيه للعبه. يفترض انه يعني المساعد يفترض انه يكون اتجاه يعني الوجه والجسم لازم يكون مقابل الخط حتى انه يقدر يميز، لكن القدم واضحه. ابو جماعه الكره طالعه. حسام انت ايش تقول؟ هدف صحيح. هدف صحيح. وعبد الله هدف صحيح. هدف صحيح. طيب نروح الحاله التحكيميه الثانيه. قصدك علي؟ لا لحظه علي، احنا ما سككنا بكلامك. طيب الحاله التحكيميه الثانيه، هل في ركلة جزاء للعربي هنا يا جماعة؟ أبو علي على منو ركلة جزاء؟ على منو؟ تراشي ما في شيء. شوف 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 الحين يقط نفسه. لا لا ما في شيء. أبو علي يقول ما في شيء. أبو حسن لا ما في شيء. ما في شيء. أبو سالم ما في شيء. ما في شيء. وعبد الله بس غريبة ليش ما أعطى إنذار؟ أنا أقول هذا إنذار على اللاعب العربي. أوكي نروح للحالة التحكيمية الثالثة، هدف القادسية الملغي. هذا ايضا انت كنت بتتكلم عنه ابو علي. ابو حسن لا مو هذه. مو هذه. في واحده طلعها. انت شو تقول؟ تسلل دقيقه 87 تسلل ابو علي. اوفسايد. ابو حسن اوفسايد. ابو سالم واضح. ابو عبد الله اوفسايد. طيب نروح الحاله التحكيميه الرابعه، هل هناك ركله جزاء ابو علي لعلي خلف؟ اي نعم. بنالتي. ابو حسن لا ما في شيء. يعني يقول حتى لا. هو بعد اللعبه ما احتج. ابو سالم ما في شيء. ما في شيء. ابو عبد الله ما في شيء. زين شلون تدخل راشد هذا ايش اسمه؟ عبد العزيز وادي. عبد العزيز وادي تدخل سليم يعني؟ كره بعيده عن اللاعب العربي. لا بلنتي واضح. ما لي شغل بعيده ولا قريبه يعني. كره بالزاويه الكورنر اطق لاعب بوكس. اقول كره بعيده عن اللاعب يعني شلون؟ حلو كلامك سليم. لا بلنتي حاط ريله واضحه. صدق علي؟ اي نعم. لا بلنتي واضح. وين هذاك؟ ليش ما قلت لك مالت الدالي؟ لا ليش ما قلت لك مالت الدالي؟ مو بلنتي هذيك. مو بلنتي عادي، بس هذه بلنتي. لا ما في شيء. شلون ما ليش طاح زين اللاعب؟ ليش طاح؟ هو طيح روحه؟ اي قط نفسه. لا علي عبد العزيز وادي شنو؟ شوف يوم شارك عبد العزيز وادي شارك علي. انا بس خلنا اقول لك يوم شارك عبد العزيز وادي اللاعب الكره عند المدافع شايله. ما له شغل الكره عند الكرة شايله. ما له. انا قاعد اقول الكره الحين عند الكورنر. ليش لما يطق واحد بوكس يحطها بنالتي؟ ليش عزيز الكره ليش؟ ما فيها شيء ولا هي بلنتي ولا فيها طيب شيء. هذا رايك. طيب عبد الله انا اقول ان الكره طالت وعبد العزيز وادي حجز اللاعب قدمه، يعني حجز اللاعب ما يعني ما طقه ولا ماكو عاقل. حجز اللاعب فقط لا غير. الكره كانت بحوزته وبحوزه خالد محمد ابراهيم. طيب لذلك انا لو الكره عنده لو الكره تحته لو الكره تحت علي اقول بلنتي. طيب بلنتي واضح.